انعقد اليوم في الرباط المجلس الإداري التاسع لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، وحضرته لأول مرة فعاليات من المجتمع المدني. وقد شملت أعمال الاجتماع محصلة عمل الوكالة ومنجزاتها في المنطقة. في المواكبة محمد رضا العبيدي، حسن منظور، وعبد الهادي السكيبي. حصيلة أشغال مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق منذ انطلاقته سنة 2006 وحتى نهاية مرحلته الأولى عام 2011 طرحت للنقاش خلال هذا الاجتماع. جدول أعماله تناول العديد من النقاط، بدءا بتصميم التهيئة الشمولي والتجهيزات التي تعززت بها المنطقة، إن على مستوى البنيات التحتية أو مشروع الترامواي. كانت اليوم مناسبة للتذكير لكل أعضاء مجلس الإدارة حصيلة الأشغال اللي قامت بها المؤسسة خلال هذه الفترة، اللي كانت كتهم تصفية الوعاء العقاري في المنطقة، بحيث اليوم أصبحنا كنتحكموا في واحد الجزء كبير من هذه المنطقة، التدخل ديال التطوير العمراني اللي كيوصل 1000 هكتار. الاجتماع الذي تشارك فيه ولأول مرة فعاليات من المجتمع المدني وقف عند الدينامية التي خلقها مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق في المجالين الاقتصادي والسياحي. هناك مشاريع كذلك في طور الإنجاز، يعني من فنادق يعني في الشطر الأول، وكذلك نحن بصدد دراسة فنادق مع الوكالة بالشطر الثاني من أجل تقديم عرض يعني إيواء يعني أكبر مما كان عليه، من أجل أن تكون تصبح وجهة رباط صلة وجهة سياحية محترمة جدا. خلال هذا الاجتماع تم الكشف عن اتفاقية ستوقع خلال الأسابيع القليلة القادمة بين وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق والدولة والجماعات المحلية، بموجبها سيتم توسيع شبكة الترامواي لتشمل تمارة وأحياء اليوسفية في الرباط وبقنادل والقرية ومولي إسماعيل بمدينة سلا.